مساء الخير أيها الحفل الكريم، صبايا. بداية باسمي واسم زملائي في الهيئة الإدارية للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، نرحب بكم في رحاب المنتدى الثقافي في ديربون ونشكر حضوركم. لقد أردنا لهذا النشاط الشهري الدؤوب الذي بدأناه منذ حوالي 3 أعوام أن يشكل علامة فارقة في تاريخ هذه الجالية الكبيرة، وأن يكون واحة للثقافة والأدب والفن. لقد وضعنا نصب أعيننا منذ البدايات أن نسعى جاهدين للمحافظة على إرثنا وتاريخنا ولغتنا وثقافتنا العربية، لأننا نؤمن بأن من لا تراث ولا تاريخ له كيف له أن يبني حاضرا ومستقبلا. وفوق ذلك، ماذا ينفع المرء إذا ربح العالم وخسر نفسه ولغته وثقافته؟ من هنا أدعوكم أهلا وأحبة إلى مواكبة نشاطنا هذا بالحضور والمشاركة، ومنبرنا مفتوح لمن لديه الرغبة والقدرة، كما أدعوكم لدعم المركز والانضمام إلى عضويته. ولا يفوتني هنا أن أتوجه بالتحية إلى المتحف العربي الأمريكي الذي يستضيف نشاطاتنا في قاعاته. ولمن لا يعلم، أشير إلى أن المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون مؤسسة غير ربحية مقرها في ديربون، ويقوم بنشاطات ثقافية وفنية متعددة. فبالإضافة إلى المنتدى الثقافي الذي ننظمه في الأربعاء الأول من كل شهر باللغة العربية، ننظم أيضاً نشاطين باللغة الإنجليزية تحت مسمى ديربون أوبن مايك، الأول في جامعة ميشيغان ديربون في 3 أربعاء من كل شهر، والثاني في قاعة المتحف العربي الأمريكي هنا في 4 أربعاء من كل شهر. علماً أن الهيئة الإدارية للمركز تضم كلاً من دكتور حسن بزي نائبا للرئيس، حنان شرارة أمينة للسر، رفعت المندوي أمينة للصندوق، وسام شرف الدين، علي السندي، دكتور هاني بواردي، زياد نصر، عدنان شرارة، إباء إسماعيل، وعباس الحاج أحمد أعضاء. وقبل أن ننطلق نحو محاضرة الليلة، أود أن أعلمكم أن المنتدى الثقافي في ديربون سينظم نشاطين اثنين خلال شهر نيسان المقبل. الأول هو الأمسية الشهرية في أول 4 أربعاء، والذي يصادف الأول من نيسان، مش كذبة نيسان، وسيتضمن محاضرة بعنوان تاريخ الأعلام، مش الإعلام، الأعلام فلاكس، تاريخ الأعلام العربية للزميل وسام شرف الدين، وأمسية شعرية للبروفيسور عبد الإله الصائغ بعنوان وطنيات عبد الإله الصائغ، وفقرة فنية. أما النشاط الثاني فسيكون حدثا ثقافيا بكل معنى الكلمة، إذ سننظم احتفالية بمناسبة مئوية الرابطة القلمية، وذلك بالتعاون مع ديوان أهل القلم في لبنان. الاحتفال سيقام في هذه القاعة بتاريخ 20 نيسان 2020، أي بالضبط بعد 100 سنة. الرابطة القلمية أنشئت أو أعلن عن إنشائها رسميا في نيويورك ب 20 نيسان 1920، أنشأها جبران وميخائيل نعيمي اللي هي أبو ماضي ونسيب عريضة ورفاقه. فنحن
سننظم احتفالية بهذه المناسبة بعد مرور 100 سنة بالتمام والكمال. أيها الإخوة والأخوات، نظراً لأهمية الموضوع فإن أمسيتنا هذه الليلة ستقتصر على محاضرة وحيدة بعنوان النهوض الاقتصادي في لبنان، الآمال والمقومات. ما من أحد يستطيع أن يدعي أن اقتصاد لبنان بخير. لا، اقتصاد لبنان ليس بخير على الإطلاق، وكلمة ليس هنا لا تعني الآن أو الظرف الراهن أو في هذه المرحلة بالتحديد، بل إنها تعني كل آن وأوان منذ استقلال لبنان، بل حتى منذ إنشاء دولة لبنان الكبير. اقتصاد لبنان ليس بخير أبدا، ولم يكن بخير أبدا، ولن يكون بخير أبدا إذا ظل الحال على ما هو عليه. اقتصاد لبنان ليس بخير لسبب بسيط وجوهري، وهو أن النظام السياسي القائم في لبنان ليس بخير. So simple. وكيف يكون بخير وهو قائم على محاصصة طائفية ومقيتة منذ نشوئه، تربت وكبرت على فساد مقونن أو غير مقونن، نخر جسد الوطن بنظامه واقتصاده ومجتمعه، وعشش في كل مناحي الدولة ووزاراتها وإداراتها وزواريبها، والأخطر من ذلك أن هناك من يسعى لتبرير الفساد تحت 1000 عنوان وذريعة. هل هناك أمل بنهوض اقتصادي في لبنان؟ هذا السؤال يا أيها الإخوة الأعزاء يأخذنا إلى سؤال أشد وطأة. هل هناك أمل بقيامة وطن؟ هل هناك أمل بقيامة لهذا الوطن واستقامة للنظام السياسي فيه، مما يخلق إمكانيات لنهوض اقتصادي حقيقي؟ أم أن حالة هذا الوطن باقتصاده ونظامه السياسي باتت مثل ما يقول المثل الشعبي، فيلج لا تعالج. سؤال كبير بحجم اللوعة والحزن والقهر والمرارة، وأنت ترى وطنك يذوي مثل شمس رائعة كانت ثم هوت وتخشى ألا تشرق من جديد. أيها الحفل الكريم، الأزمة الراهنة فتحت أعيننا على واقع مستجد، ورغم أن هذا الواقع المزري ليس جديدا، فإن حجم الكارثة جعلنا نرى الأمور بشكل صادم ومأساوي. إلى أين تأخذنا هذه الأزمة؟ وماذا ستفعل بنا؟ وماذا سيكون مصيرنا إذا دفعت الحكومة؟ اليوم الحكومة قررت أنه ما تدفع سندات اليوروبوند. ماذا سيكون مصيرنا في هذا الحال؟ وكيف سيكون عيش المواطن إذا طبقوا علينا نظام الكابيتال كنترول؟ عناوين ومفردات كثيرة أفرزتها الأزمة مؤخرا، لكن أغربها وأطرفها هو الهيركات. لأول مرة بحياتي بعرف أنه الهيركات له معنى تاني غير حلاية الشعر، له معنى، له علاقة بالاقتصاد كمان. لن أطيل عليكم أيها الأحبة، أعرف أن أسئلة كثيرة سيواجهها محاضرنا الكريم السيد رائد شرف الدين، أسئلة تتعلق بالسياسات المالية في لبنان وبالدور الذي يلعبه المصرف المركزي في تحديد هذه السياسات،
وما مقدار سلطة المصرف المركزي على المصارف الخاصة؟ وهل بتنا على مشارف الإفلاس؟ علماً أن بعض الأسئلة قد تكون خارج سياق موضوع المحاضرة، فالكثير من أبناء هذه الجالية الكريمة يا سيد رائد، الكثير من أبناء هذه الجالية الكريمة واجهوا مشاكل عديدة تتعلق بودائعهم في المصارف في لبنان، وهم يشعرون بقلق على مصير هذه الودائع. وقد أبلغني السيد رائد أنه منفتح للإجابة على أي سؤال يطرح، وحتى نتيح المجال الأكبر لأكبر عدد ممكن من الراغبين في طرح الأسئلة، لن تكون هناك مداخلات شفوية، وإنما أسئلة مكتوبة، وسوف يدير النقاش الزميلان الدكتور حسن بزي والسيد وسام شرف الدين. السيد رائد شرف الدين يحمل درجة الماجستير والإجازة في الإدارة من جامعة كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة، شغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان من نيسان 2009 ولغاية 31 آذار 2019. خلال ولايته كان المحافظ المناوب عن لبنان في كل من مجلسي محافظي صندوق محافظي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي. هو حاليا المدير التنفيذي عن مجموعة المشرق العربي في مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي، وعضو في مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية. يتمتع بخبرة مصرفية سابقة لأكثر من 20 عاما، عمل خلالها في مصارف تجارية في لبنان والإمارات، حيث شغل مسؤوليات رفيعة منها نائب مدير عام ومدير برنامج إدارة الجودة الشاملة، عمل محاضرا جامعيا